الثاني الذي يتم يعني الاعتراف الوطني هي إذن تم اليوم تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة، ويأتي هذا التدشين في سياق الاحتفالات بالذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني، وكذلك تماشيا مع الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني والرامية إلى عصرنة وتجديد رصيدها العقاري. وقد بنيت هذه الولاية وهذا الصرح المعماري على مساحة تقدر ب 20,000 متر مربع، فتحت على 4 وجهات وتتوفر على مجموعة مهمة من المرافق، من بينها قاعة للقيادة والتنسيق، كذلك قاعة مؤتمر تتسع لك أكثر من 120 شخص، كذلك مرفق صحي خاص بالموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك مرافق أخرى خاصة بتقديم خدمات للمواطنين. ويأتي هذا التدشين كذلك من أجل تحسيس الإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية، وكذلك في إطار تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين سواء فيما يتعلق بمكافحة الجريمة بشتى تلاوينها أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمرتفقين. اليوم شهدنا حفل إعطاء الانطلاقة للعمل بمقر الأمن الجديد لولاية أمن وجدة، وهي بناية تدخل في إطار تفعيل وتنزيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لأجل إحداث بنيات تحتية معاصرة ومتطورة ترقى إلى مستوى تطلعات الخدمة الأمنية. هي مجال وفضاء معماري يحتوي والموظفين والموظفات الخاصين بالشرطة لأجل خلق أجواء عمل مناسبة لأجل إعطاء خدمة أمنية في جودة عالية. كذلك هي مجموعة من المرافق التي تتوفر على ولوجيات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك يعني أروقة وقاعات ومكاتب تستجيب لمعايير حسن الاستقبال للمواطن وأداء الخدمات وتقديمه الخدمات سواء الإدارية أو القضائية في مستوى عالي من الفعالية والسرعة وكذلك الجودة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.